اليوم راح نتحدث عن فيلم درامي وانتقام، عنوان الفيلم كيك بوكسر فينجيس. يبدأ الفيلم ويا مقاتل كيك بوكسينج اسمه إيريك، ونشوفه يحتفل بانتصاره بعد ما هزم مقاتل من الهند. وكان إيريك عنده أخ أصغر اسمه كيرت، وكان إيريك يدربه حتى يتنافس بمنتصف الحفلة. وكانت أكو مروجة اسمها مارشا، ووجت على كيرت وإيريك، وعرضت على إيريك المشاركة بقتالات غير قانونية تحت الأرض بمدينة تايلند ومقاتلة ملك الموي تاي. وقررت مارشا تنطي لإيريك $200 كدفعة أولى، وقالت له إذا أنت على استعداد للقتال بتايلند راح أنطيك $200 الثانية سواء فزت أو خسرت. وبعد ما غادرت مارشا بدأ إيريك يفكر بهذا العرض المغري، واعتقد أنه ما راح يقدر يحصل على مال هالقد بمباراة وحدة فقط تحت الأرض. لكن كيرت رفض هذا الشيء وقال له من الممكن تكون مارشا محتالة، لذلك أنصحك تبقى على مسيرتك الحالية كمقاتل رسمي. وبعد أسابيع كان كيرت يتدرب بالصالة الرياضية، وفجأة تلقى رسالة من إيريك وكاتب له أنا سافرت فعلا لتايلند حتى أشارك بالقتال ضد ملك الموي تاي، وترك الكيرت ميداليته الذهبية. وهذا الشيء يعني أنه إيريك ترك مسيرته الحالية حتى يجني أموال أكثر بشكل غير قانوني. وسوى إيريك هذا الشيء لأن كان قلق على أخو كيرت من اللحاق به لتايلند. وفعلا قرر كيرت يروح وراء أخو لتايلند، ومن وصل كيرت الموقع المباراة شاف أخو يقاتل ملك الموي تاي تونغبو. وبهاي المباراة تعرض إيريك لضرب مبرح جدا من قبل تونكبو، وحتى أن تونكبو ما تردد بإنهاء حياة إيريك عن طريق خنق رقبته. وبهالأثناء داهمت الشرطة المكان، لكن لسوء الحظ قدروا تونكبو يهرب هو رجاله. وصار كيرت يبكي بحزن شديد ويحضن جثة أخوه. وثاني يوم مركز الشرطة قررت شرطية اسمها ليو تمنع بشكل صارم المبايرات الغير قانونية اللي صارت بالليلة الماضية، لأنه كان دائما أكو ضحايا يموتون بهاي المباريات ودائما كان توكبو يهرب. لكن الغريب أنه رئيس ليو وآتونا بقى ساكت وما تبع قضية موت إيريك، وكأنما آتونا حصل على أموال من قبل المروج المسؤول عن تأمين المباراة الغير قانونية. وبعدها التقت ليو وكيرت اللي كان بغرفة تشريح أخوه، وكان كيرت لحد الآن ما مصدق أنه أخوه مات. وبهالأثناء دخلت مارشا ووبخها كيرت وقال لها انتي مروجة قاتلة. والعجيب بالامر انه بدل ما يحقق واتونا وياها تركها تروح. وبعدها تبنقل كيرت للمكان اللي كان يتدرب به إيريك، والتقى كيرت المدرب إيريك واللي هو دورين. واتضح انه قبل ما يخوض إيريك القتال كان لازم يتعلم الملاكمة التايلندية اول شيء، وتم تدريب إيريك على يد دورين واللي هو معلم محلي للموي تاي. ودورين ما درب إيريك بشكل مثالي، ولهذا السبب مات إيريك بالمباراة. وبعد ما أخذ كيرت النقود نقلوا للمطار، وطلبت منه الشرطة عدم العودة إلى تايلند مرة ثانية وإلا راح ينسجن. والظاهر كيرت بالركوب بالطائرة، لكن قرر يرجع بالسر ويخطط لانتقام الموت أخوه. وبعدها راح كيرت المقر أقامة تونكبو ووصل إلى هيرت ماج، والتقى كيرت بحارس البوابة كيفلي. والظاهر كيرت أنه يريد يتعلم الموي تاي، ومن دخل قرر كيفلي يختبر مهارات كيرت وطلب منه القتال. وكان كيرت يمتلك مهارات الكيك بوكسينج لذلك قبل التحدي، وبدأ القتال بين كيرت وكيفلي. وبالأخير قدر كيرت يفوز على كيفلي، وكان على كيرت مواجهة طالب ثاني من طلاب تونغبو ويلقبون هذا الطالب بالعاصفة. لكن هاي المرة خسر كيرت لأن كان العاصفة يمتلك قوة أكبر من كيرت. وبعدها تناول كيرت العشاء ويا بقية الطلاب وتجمعوا بالساحة للتدريب الجماعي. ووجا تونكبو وانطى تعليمات التدريب وطلب من الطلاب تدمير النصب التذكاري الاسمنتي بواسطة هجوم الركبة. وتحمسوا الطلاب بالبداية، لكن بعض الطلاب ترددوا لان خافوا ركبتهم تتدمر. وبالتمرين الثاني قرروا الطلاب يستخدمون اسلحة حادة الى ان مات احد الطلاب بالتدريب. وبعدها كانوا الطلاب نايمين، وتسلل كيرت الغرفة تونكبو حتى يقتله بمسدس. واتضح ان تونكبو كان قاعد وما نايم، لان كان يعرف من البداية انه كيرت راح يقتله حتى ينتقم لأخوه. وقال تونكبو الكيرت انت جبان عكس اخوك اللي تجرع على قتالي بالحلبة. وتعرض كيرت للضرب من تونكبو الى ان اغمى عليه. وبعدها قعد كيرت وقال له مساعد تونكبو ان تونكبو كان الى حق يروح لمركز الشرطة ويلقي القبض على اي شخص يتحداه، وحتى يقدرون يقتلون الشخص المتحدي بالسر بدون ما حد يعرف. وبهالاثناء اجوا اثنين من الشرطة وحاولوا ياخذون كيرت، ولحسن الحظ وصلت ليو وقالت انا راح اخذه بنفسي.
وما صدق تونغ بو بليو لأن كانت ليو تخالف أوامر آتونا. لذلك أمر تونغ بو رجاله بالتجسس على ليو وكيرت. وثاني يوم كانت ليو ماخذة كيرت البر الأمان، وفجأة تعرضوا الكمين من قبل رجال تونغ بو ولزموا ليو وجبروا كيرت على قتالهم. وقدر كيرت يتغلب على رجال تونغ بو واحد ورا الثاني، وبعدها أخذ كيرت ليو المسكن دورنت واللي راح يتم الاعتناء بكيرت مؤقتا. وطلب كيرت من دورين يدربه على قتال تونغ بو، وطبيعة الحال رفض دورين تدريب كيرت لأن كان دورين يخاف يكون كيرت نفس مصير أخوه. لكن مع اختبار دورين قدرات كيرت القتالية وافق على تدريبه لأن عرف كيرت يمتلك قوة عالية. وبعد ما تعافى كيرت بدأ بالتدريب البدني على إيد المعلم دورين، وكان دورين يدرب كيرت خلال اليوم كله بدون تعب. وصارت علاقة رومانسية بين كيرت وليو، وصار كيرت أكثر حماسية للتدريب. وبعد ما شاف دورين تحسن كيرت جسديا وقتاليا قرر ياخذه المكان قتال الشوارع واللي يديره جوزيف صديق المعلم دورين، وطلبوا من كيرت يقاتل مقاتل محلي قوي وما حد قدر يفوز على هذا المقاتل من قبل. وبدأ القتال وحاول كيرت يهاجم خصمه أكثر من مرة لكن يفشل دائما لأن كان خصمه قوي جدا ورشيق. وبالأخير خسر كيرت وحاول دورين يتدخل ويساعد كيرت على هزيمة خصمه. وثاني يوم قرر دورين يدرب كيرت بقوة أكبر، ومن كانوا بمنتصف التدريب إجا واحد من طلاب تونغ بو واللي هو كيفلي، وصار يتوسل بالمعلم دورنت حتى يدربه. واعترف كيفلي أنه انطرد من مكان تدريب تونغ بو، لكن دورين ما صدق بكلامه وبدأ دورين يقاتل كيفلي وقدر يتغلب عليه. وبعدها قبل دورين يكون كيفلي تلميذ إله، وطلب دورين من كيرت وكيفلي يتدربون سوية وعلمهم دورين شلون يواجهون حركة الأخضاع الخاصة بتونغ بو حتى يقدر كيرت يتجنبها أثناء القتال. وبعد ما حس كيرت بقوته وكان مصمم يروح يقابل تونغ بو ويتحدى، وقبل تونغ بو بالتحدي وطلب من كيرت بالبداية يقاتل العاصفة. وقدر كيرت اللي صار مقاتل قوي جدا من هزيمة العاصفة. ومو فقط هذا الشيء، وأيضا قدر كيرت يتغلب على واحد من رجال تونغ بو القويين وتعجب تونغ بو بمهارات كيرت القتالية وقرر يتحداه أخيرا. واتضح أن الشرطة كانت على علم محادثة تونغ بو وكيرت لأن الشرطة حطوا جهاز تنصت صوتي على جسد كيرت. وبهذا الوقت عرفت ليو العقل المدبر للمباريات الغير قانونية واللي هي مارشة، وبالتالي قررت ليو وصديقتها إيداهما مكان مارشة. لكن من وصلوا للمكان ما لقوا مارشة، وفجأة تعرضا للهجوم من قبل رجال مارشة بالأسلحة النارية. والحسن الحظ أطلقت ليو النار على رجال مارشة وقدرت تقتلهم. وثاني يوم قررت ليو تلقي القبض على كيرت ودورين، وسوت ليو هذا الشيء حتى تحمي كيرت من القتال ضد تونغ بو. وبالتالي دخل كيرت ودورين السجن، وبعدها قدروا كيرت ودورين يهربون من السجن عن طريق خداع الشرطة وضربوا عدد من رجال الشرطة اللي حاولوا يلزموهم. وبعدها راحوا كيرت ودورين لمكان المباريات الغير قانونية، وبالمساء بدأت المباريات وشرح الحكم للجمهور قواعد المباريات واللي راح تتكون من 3 جولات. وراح تكون الجولة الأولى عبارة عن قتال بالأيدي، أما الجولة الثانية والثالثة راح تكون عن طريق استخدام الأسلحة الحادة، وراح ينتصر المقاتل إذا قدر يقتل خصمه. وهنا بدأت المباراة الأولى بين كيرت وتونغ بو، وحاول كيرت بكل قوة ركل ولكم تونغ بو لكن كل هاي الهجمات كانت بدون فائدة لأن كان جسد تونغ بو قوي بشكل غير طبيعي. وهنا بدأ تونغ بو هجومه المضاد والقوي ضد كيرت، وصار كيرت مصاب بجروح شديدة إلى أن انتهت الجولة الأولى. وبالجولة الثانية قرر تونغ بو وكيرت يلفون إيديهم باندج وعليه لاصق وقطع زجاج مكسورة. وبهاي الجولة شن كيرت هجوم قوي على تونغ بو، لكن مرة ثانية كان جسد تونغ بو قوي جدا وما أثرت به هجمات كيرت، وشن تونغ بو هجومه على كيرت وخلى جسم كيرت مغطى بالجروح بالكامل. ومن كان كيرت بأنفاسه الأخيرة انتهت الجولة الثانية. ومن كانوا كيرت وتونغ بو يرتاحون دخلت ليو وفريقها للمكان وألقوا القبض على مارشة. وبعدها بدأت الجولة الثالثة وكانت لي على وشك إيقاف المباراة لكن تراجعت عن قرارها من شافت كيرت مصر على قتال تونغ بو والتغلب عليه بالجولة الثالثة. وبالجولة الثالثة كان لازم يستخدمون السيوف كأسلحة للقتال، وبمنتصف القتال طبق تونغ بو حركة الخنق الرئيسية مالته، وتذكر كيرت ان هاي التقنية هي اللي يستخدمها تونغ بو قتل اخوه ايريك، وتذكر انه هو تدرب جيدا على الافلات من هاي الحركة
وبالأخير قدر كيرت يفلت من هاي الحركة وشن هجوم مضاد على تونكبو، إلى أن صار تونكبو عاجز عن القتال. وعلى الرغم من سيطرة كيرت على تونكبو إلا أن رفض يقتله وقرر يغادر الحلبة، لكن نهض تونكبو مرة ثانية وحاول يهاجم كيرت بالسيف، والحسن الحظ قدر كيرت يتفادى هجوم تونكبو وشن هجوم مضاد عليه وخلى تونكبو يطعن نفسه بالسيف، وبالتالي فاز كيرت بالمباراة بسبب موت تونكبو. وأخيرا صاروا الجماهير يهتفون الكيرت وأطلقوا عليه اسم المحارب الأبيض. وثاني يوم قرروا كيرت وليو مغادرة تايلند، وقررت ليو تترك وظيفتها كضابط شرطة وتغادر ويا كيرت الأمريكا. وقرر كيرت عدم الذهاب إلى تايلند مرة ثانية، وراح يكمل حياته كمقاتل بأمريكا ويعيش حياته بسعادة ويترك هاي الأيام الصعبة اللي عاشها بسبب موت أخوه. وهنا تكون نهاية الفيلم. أتمنى يكون الفيلم عجبكم. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتشوفكم بالأفلام الجاية. مع السلامة.